أنونيموس تتحدى عصابة زيتاس المكسيكية. مجموعة قراصنة الويب هددت بنشر قائمة بأسماء رجال الشرطة والصحفيين وسائقي سيارات الأجرة الذين يتعاونون مع عصابة تجارة المخدرات هذه، في حال لم تفرج زيتاس عن عضو من أعضاء المجموعة خطف مؤخرا في فيراكروز. فهذه المدينة الواقعة جنوب شرق المكسيك تتعرض لموجة من العنف منذ عدة أسابيع، موجة من القتل تتسبب بها الحرب الطاحنة بين عصابات المخدرات ومن ضمنها عصابة زيتاس. في شهر سبتمبر العصابات قتلت العديد من رواد النت في منطقة نويفو لاريدو شمالي شرق البلاد، ليكونوا عبرة لأي شخص يفضح ممارساتهم على الشبكة. فوسائل الإعلام التقليدية في المكسيك تلتزم الصمت خوفا من ردود فعل تجار المخدرات، وهذا الأمر دفع بالمواطنين لاستخدام الويب كوسيلة إعلامية لمعرفة ما يجري من حولهم، لا سيما فيما يتعلق بالعنف في البلاد. هذا الوضع دفع بمجموعة أنونيموس للتحرك، وهي بدأت بالفعل بتنفيذ تهديدها، فقد قامت مؤخرا بقرصنة موقع المدعي العام السابق في منطقة تاباسكو غوستافو روزاريو، متهمة إياه بالتعامل مع عصابة زيتاس. ولكن بالنسبة لموقع ستراتفور فإن نشر قائمة بالمتعاونين مع عصابة زيتاس لن يساهم إلا في تأجيج العنف في البلاد.